بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المهندس محمود راجح. تعال كده أول حاجة نشوف السويل ستريسز النهاردة، بس هنقرأ النتائج وهنشوفها كده مع بعض ونشوف ممكن نطلع بالنتائج ديت بإيه بالظبط. فلو أنا ممكن أقفل دي كده وأتأكد إن أنا روحت بس الأول كده في الإكس واي، وأروح هنا بص بالك الزد بأربعة، أقول له لأ أنا عاوز الزد بصفر. ليه الزد بصفر؟ عشان خاطر ابقى مطمن ان رحت عند الرفت، او ان انا اقول له تعالى كده من سيلكت بروبرتيز واريا سيكشن، واقول له تعالى على الرفت الاربعين سيلكت كلوز، واقول له شو سيلكشن اونلي. تمام، بس انا كده خلاص انا مطمن انا عند الرفت. ابدا اشوف الاستريسز ازاي. لو انا جيت من هنا شيل هنا، اقول له هات لي مش شيل، هات لي السويل بريشر، واقول له انفلوب وركينج. يبقى اخترنا من هنا قلنا له السويل بريشر، وقلت له هات لي الانفلوب وركينج، وابتدي اشوف الانفلوب ماكسيمم والانفلوب مينيمم. وموضوع الانفلوب ماكسيمم والانفلوب مينيمم يقودنا الى ان احنا نتكلم في جزئيه في السويل سبرينج كنا عملناها المره اللي فاتت، وهي ايه؟ وهي انه انا عندي خلينا نشوف كده، نقول له show and form shape وأجيبه في ال 3D، وأخليني أسلكت على الجزئية بس بتاعت الرفت. فهقول له اعمل لي هنا select، وأقول له بالarea section بتاعتي اللي هي الرفت select close وshow selection only كده. لو زي ما انت شايف كده الوش الاحمر لفوق والوش البامبي لتحت، او بعيدا عن موضوع الوش الاحمر او الوش البامبي ممكن نشوف اللوكال اكسيز. فلقينا عندنا هنا انه اللوكال اكسيز بتاعتي طلع لفوق بالمنظر ده كويس. فطلع لفوق، يبقى اذا اللي فوق هو التوب واللي تحت هو البوتوم، اللي هو الوش الاحمر دايما هو التوب والوش اللي هو البامبي ده هو البوتوم، الوش البامبي هو البوتوم. طيب دلوقتي انا لما جيت عرفت السبرينجات في المرة اللي فاتت عملت ايه؟ او البامبي اللي تحت هو البوتوم كويس. ليه؟ لان اللوكال اكسس لفوق، فمعنى كده ان الوش اللي تحت هو البوتوم والوش اللي فوق هو التوب، وده كده المظبوط. لما انا جيت بقى عرفنا السبرنجات المره اللي فاتت عملنا ايه؟ جيت انا دلوقتي لو انا قلت له هات لي كده في الاكس واي، رحت انا جاي عامل سيلكشن على الجزء ده وقلت له خلينا نفك، وقلت له اساين اريا، وقلت له اريا سبرينج، وجيت قلت له هنا طبعا كومبريشن اونلي، وقلت له ده الكامل 45,000 لو تفتكروا، وجيت قلت له هنا للتوب انورد. تمام، من التوب انورد يعني من التوب الى داخل التوب، فمعناها انه السبرنجات متعرفه من فوق لتحت مش من تحت الى فوق. طب هل ده غلط او في مشكله؟ لا، مش هيسبب لك اي مشكله خالص. طيب يبقى انا ده اللي احنا عملناه، اللي هو توب انورد اللي هو من فوق لتحت. تمام، طيب انا دلوقتي الفكرة الوحيدة انه لما لو جيت مثلا عملت رن كده، وابتديت هقول له بس بعد الرن كده خلاص شو عند فورمات شيب، وابتديت اقول له تعالى اظهر لي السويل بريجر، قلت له الانفلوب وركينج، قلت له الماكسيموم، فهيجيب لك القيم القصوى في الماكسيموم اللي هو سالب 112، واجي اجيب له المينيموم فهيجيب لك القيم الدنيا من النيجاتيف. تمام، طيب انا دلوقتي ده الشكل اللي انا شغال بيه على الساب عادي، الدنيا تمام مفيش مشكله مفيش اي ايرور مفيش اي حاجه، لكن مش هو ده الاسلوب اللي انا شغال بيه على السيف، لانه السيف زي ما انت عارف الماكسيموم او الانفلوب مينيموم هيجيب لك الماكسيموم نيجاتيف، والانفلوب ماكسيموم هيجيب لك اكبر قيمه بالموجب او اقل قيمه بالسالب. ده الاسلوب اللي هو شغال بيه في السيف. فانا عاوز دلوقتي يا باشمهندس والله بعد اذنك اخلي
الساب يقرا القيم زي ما انا متعودها كده في الايه في السيف. طيب اخلي القيم ده يقراها بالسيف ازاي؟ اللي هو انا دلوقتي انا قلت لك انفلوب ماكسيمم فهيجيب لك الماكسيمم نيجاتيف، والانفلوب مينيمم فهيجيب لك اقل رقم نيجاتيف، ولو في تنشن هيجيب لك الارقام الموجبه. تمام. طيب انا عاوز اقرا القرايات بالشكل اللي متعود عليها في السيف. الموضوع بسيط، هنعمل سيف از من الموديل ده، وهقول لك نعمل ايه دلوقتي، واقول لك اوري لك النتائج هنا وهنا، وازاي ان النتائج ما بتفرقش. هاجي مثلا اقول له بعد اذنك اعمل لي هنا فايل، واقول له سيف از، واقول له هنا تانك تو، ماشي ده كايه كترايل، ماشي خلاص هو سيف اهو، واحنا اتاكدنا ان احنا عند الزد بصفر، فمعنى كده اللي انا شايفه هو الرافت. وجيت قلت له لو سمحت اعمل لي هنا اساين اريا الاريا سبرينج 45000 كومبريشن اونلي، واجي هنا اقول له انه ده الاول حاجه هنعمله في النورمال انورد، اقول له اعمل لي الريبليس الاول، وبعد كده هسلكت البريفيوس واقول له 4500، بس المره دي ما تنساش هتقول له اد تو اكزيستنج، واجي هنا في البارلل واقول له لوكال اكس 1، واقول له اعمل لي ابلاي، والبريفيوس ما تنساش هنا بوتوم هنا لوكال اكس 2، واجي اقول له هنا البارلل واقول له اد واقول له اعمل لي البريفيوس اهو، اقول له سيلكت بريفيوس، ماشي، واقول له اعمل لي ابلاي، واخيرا اوكي. تيجي كده تشيك على اي شيء اللي فيهم اهو، يبقى اذا هنا 45000 كومبريشن اونلي بوتوم انورد، وبعد كده 4500 بوتوم لوكال اكس 1، 4500 بوتوم لوكال اكس 2. تمام. يبقى يعني ايه بوتوم؟ يعني لانه انا عندي اللوكال اكس بتاعي طالع من تحت لفوق في الشل دي، وبالتالي انا عاوزه من البوتوم الى داخل البوتوم بتاعي يعني الى فوق، كويس كده. وقلت له اعمل لي ران، وزي ما قلت لك احنا بنعمل بس الكلام ده لهدف واحد فقط، انك تشوف الاستريسز بنفس الاسلوب اللي انت حضرتك متعود تشوفه في السيف، وان الطريقه الثانيه اللي هو احنا قلنا توب انورد ما فيش فيها اي مشكله خالص، ان انا مثلا انا واحد بحب اشوفه لما اضغط الماكسيم اشوف الماكسيم نيجاتيف، ولما اضغط المينيمم اشوف المينيمم نيجاتيف، ولو في تنشن يديني الرقم الموجب في المينيمم، كويس. فانا دلوقتي كل اللي انا عملته ان انا بطوع الساب بحيث ان هو يقرا النتائج بالشكل اللي انت متعود عليه في السيف، فقلت له خلاص حطه لي في البوتوم وبوتوم انورد، فلما يجي يقرا لك القيم النيجاتيف تعالى بقى نقرا كده نشوف اهو. لو انا جيت قلت له هو خلاص خلص ران، قلت له تعالى هطلع لي السويل ستريسز الماكسيمم بوزيتيف او الماكسيمم انفلوب ماكسيمم، هتلاقيه مطلع لك هنا اللي هي القيم الاقل بالسالب، اللي هو طلع لحد الايه الصفر سالب 71 لحد الصفر. تمام. اهو كويس كده، ده كده القيم بتاعتك. طيب الماكسيمم الانفلوب مينيمم، بص هنا ده ادالك السالب 112، يبقى كده ادالك بالاسلوب اللي انت متعود تشوفه على السيف. تعالى بقى نقارن ما بين الاسترس في الحالة الأولى والحالة التانية عشان تطمن برضو مليون في المية إن الطريقتين صح، وفقط الفكرة في عرض النتائج. طب قبل ما نقول كده، هل ده هيأثر على قيم المومنت أو اتجاه المومنت الموجود في الليبشة؟ الإجابة لأ، برضو هنشوفها دلوقتي مع بعض عشان نقرأ النتائج بشكل سليم ونكون فاهمين كويس. فتحت لك دلوقتي اللي هو ريست التانك واحد اللي موجود فيها السبرنجات عاملينها توب انورد، لما نيجي نظهر هنا السويل بريشر هقول له نتيجة الكيس الانفلوب وركينج، تمام، واجيب له هنا الماكسيموم، ونروح نشوفه عند نقطة معينة وليكن عند منطقة العمود هنا اهو. فتلاقي هنا النقطة دي اللي عند العمود، تلاقي هنا كام اهو، بيتكلم في 78 75، الحاجات دي كلها كويس. طيب تعالى هنا كده نروح هنا، نروح نركز برضو عند المنطقة بتاعة العمود اهي،
هتلاقيه بيتكلم في نفس القيم اللي هو 78 75 77 وهكذا. تمام، يبقى إذن بيطلع لك نفس القيم بالظبط. ماشي، بس هنا أنا جبت القيم بتاعتي هنا مثلا في تانك 2 جبته من انفلوب المينيموم، وفي تانك 1 جبته من انفلوب ماكسيموم. طب تعالى نجيب الانفلوب الوركينج او بس الانفلوب مينيموم في التانك الاول اهو. هتبص تلاقي ادي هنا ادي القيم اهي بيتكلم في 42 39 41 وهكذا 40 وهكذا. طيب هتروح للتاني تقول له بقى هات لي الماكسيموم، هتلاقيه بيتكلم في سالب 42 سالب 40 39 38 وهكذا. يبقى اذا دي لك نفس القيم بالظبط، مش بس نفس القيم بالظبط ده نفس الرينج كمان. تعال شوف هنا في سويل في تانك 2 انفلوب الماكس قال لك الرينج من الصفر لسالب 1.5 71.5. لو رحت ليه ده جبت هنا اللي هو تانك 1 هتلاقي برضو نفس الرينج بالظبط، بس في الانفلوب مينيموم من الصفر الى سالب 71.5. يبقى اذا القيم عندك يا باشمهندس لم تتغير، تمام، الفرق في طريقه عرض النتيجه ليس الا. طيب انت يا باشمهندس تفضل الطريقه دي ولا الطريقه دي اللي يريحك؟ كويس، اهم حاجه عندي انك تتاكد ان السويل ستريس او الستريسز عندك موفيه وانه مفيش تنشن، بس كده خلاص. تمام، يبقى انت كده بالنسبه للستريسز اتاكدنا ان الستريس هنا هو نفس الستريس هنا. طيب تعال نتاكد من المومنت. هل مثلا انا طبعا في الطبيعي ان انا بشوف تحت العمود اللي هو هنا كده وهنا كده وهنا وهنا تحت العمود يكون في مومنت بوزيتيف، لانه ايه؟ لان احنا زي ما عارفين انه شكل المومنت في الرافت هو عباره عن فلات سلاب مقلوبه، يعني العمود تحتي مومنت بوزيتيف وفي نص البحر مومنت نيجاتيف. هل ده حصل سواء في لو انا قلت توب انورد او بوتوم انورد؟ تعالى نشوف كده. ادي هنا الشيل وجبت هنا مثلا الانفلوب التيميت وقلت له هات لي الام 1.1 وهات لي الماكسيمم، قلت له اعمل ابلاي. تيجي هنا ادي قيم المومنت 158 174 170 في القيم 190 الحتت دي. لو انا رحت هنا عند العمود وجيت قلت له تعالى كده هات لي الشيل ونتيجة الانفلوب التميت والام 1.1 ثم اعمل لي ابلاي، انا عاوز اقفل بس دي خلاص اهو. نفس القيم بالظبط، نفس القيم بالظبط بدون وجود اي تفرقه. تمام اهو 100 هنا 190، ولو دخلت شويه كده تخش في 219 هناك نفس الكلام. تتكلم هنا في 190 اهوت والكلام ده، ولو دخلت على الايدج على طول تبدا في 219 وكده هتلاقي كمان نفس الرينج. بص بادئ هنا من 600 لسالب 375 تروح هناك 600 لسالب 375، اذا نفس النتائج بالظبط. وخد بالك هنا برضو ده بقى انفلوب ماكسيموم وهناك برضو نفس القيمه انفلوب ماكسيموم. خلاص يبقى اذا انفلوب ماكسيموم انفلوب مينيموم في المومنتات هي زي بعضها، ما بتفرقش معاك في اي حاجه خالص. تفرق بس ما بين الانفلوب ماكسيموم انفلوب مينيموم في قراءه الاستريسز، ولا يفرق في اي شيء اخر. كويس كده، يفرق بس في قراءه الاستريسز كهجيب القيمه من انفلوب ماكسيموم ولا من انفلوب مينيموم بس خلاص. تمام، طيب يبقى اذا الطريقه الثانيه اللي احنا قلنا عليها النهارده اللي انت بتقول له ايه الساين وتيجي تقول له من الاريا وتقول له اريا سبرينج وتقول له هنا بيطم انورد زي ما انت ايه زي ما انا قلت لك كده بالظبط.